إلى خبر آخر، حيث ألقى سامح شكري وزير الخارجية بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن بيان مصر شدد على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. كما أكد وزير الخارجية في بيانه على أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذي ألقى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023، ومصر تشدد على رفضها أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. واتصالا بذلك أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام بمياه النيل. ومن هذا المنطلق شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأخيرين. أستاذ صلاح، يعني كلمة وزير الخارجية وهي كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موضوعين في غاية الأهمية تطرق ليهم وزير الخارجية. خلينا ناخد الشق الأولاني اللي هو بيتكلم على منظومة العمل متعدد الأطراف، وإنه يجب العمل بشكل جماعي واستعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، ألا وهي المنظمات الدولية خليني أقول فشلت في هذا في هذه الجهود. وهو قايل في مقدمتها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة ما كانش ليها دور قوي في اللي بيحصل في العالم، وأيضا المؤسسات المالية الدولية والتي تعمل بسياسة معينة وضاغطة على الشعوب دون النظر إلى الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم، يعني هي بتعمل بدمخها ولمصلحة جهة عن جهة. طيب، يعني شايف أن العمل المشترك والتطبيق الفعلي للعمل المشترك ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكل هذا الكلام الذي نسمعه، يعني وهو ضرب مثل بأوكرانيا، أوكرانيا أكبر مثل على فشل هذه الجهود وفشل العمل المشترك. هو طبعا كلمة وزير خارجية سامح شكري أمام الأمم المتحدة أو بيان مصر أمام الأمم المتحدة اللي ألقاه وزير الخارجية هو تضمن العديد من النقاط. البيان كان شامل لرؤية مصر للعديد من القضايا الدولية التي تشغل السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومنها بطبيعة الحال العالم متعدد الأقطاب أو متعدد الأطراف كما ذكر البيان. أولا رؤية مصر للعالم متعدد الأطراف، طبعا زي ما حضرتك عارفة السادة المشاهدين، طبعا بدأت العمل الدولي بعد الحرب العالمية الأولى بعصبة الأمم، ثم بعد ذلك تم تشكيل هيئة الأمم المتحدة بشكلها الحالي. الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي التي شكلت أساس قيام هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب هي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باعتبار أنه مجلس الأمن الدولي هو القائم على حفظ السلم والأمن الدوليين. فالمنظومة الآن اختلفت، يعني الحرب العالمية الثانية انتهت وما زالت النظرة إلى
آليات العمل الدولي هي كما يعني رأتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. طبعا العالم في خلال الخمسين أو ستين عاما التي عقبت الحرب العالمية الثانية شهد الكثير من التطورات. يعني كانت هناك مجموعة انتصرت في هذه الحرب، حققت ما أرادت من خلال إنشاء كيان يعبر في الأساس عن رؤيتها للمجتمع الدولي، إلى جانب أنه الآن النظرة تغيرت. أصبح الآن يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصبح الآن لهما يعني وجود في الواقع الاقتصادي الدولي لا يمكن إنكاره، إلى جانب أنه وجود ولا سطوة يا فندم؟ وجود وسطوة في نفس الوقت، لأنه المنظمات الاقتصادية الدولية يجب أن يعاد النظر في إعادة هيكلتها وإعادة نظرتها خاصة للدول النامية، لأنه الدول النامية هي التي تعرضت وهي الآن هي التي تتحمل أعباء يعني السياسات للدول الصناعية الكبرى. وفي مؤتمر المناخ الأخير اللي عقد في مدينة شرم الشيخ كانت هناك نظرة أنه الدول الكبرى هي التي تسببت في الأزمات المناخية التي يعاني منها العالم بأسره. فأيضا هناك بالفعل يعني زي ما حضرتك أشرتي إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أولا المسألة هنا أولا روسيا دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وفرنسا وبريطانيا دولتان في أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وهو الكيان القائم على حفظ السلم والأمن الدوليين. لكن هنا المصالح تعارضت، يعني هنا المصالح الغربية تعارضت مع المصالح الروسية على أراضي أوكرانية. فهنا المسألة أنه النظرة بالفعل تغيرت. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجب أن يعاد النظر في الآليات التي تحكم أدائهم، والديون قضية الديون اللي بتعاني منها دول العالم الثالث والدول النامية يجب أن يعاد النظر فيها في كيفية إدارة هذه الديون، إلى جانب أنه كلمة مصر عبرت بشكل واضح عن الكثير من القضايا والكثير من الملفات المهمة التي يعني تهم السياسة الخارجية المصرية بوجه الخصوص لأنها كلمة مصر. إلى جانب أنه تطرقت إلى قضايا المنطقة، تطرقت طبعا إلى القضية الأهم بالنسبة لنا هي قضية مياه النيل وسد النهضة، لأن مصر بذلت على مدار السنوات الأخيرة وأبدت حسن نوايا في كثير من المواقف وكثير من هذه القضية، على الرغم من أنه الطرف الثاني لا ينظر إلا لمصالح ذاتية، حتى مصلحته الشخصية إذا ما تم الوصول إلى اتفاق ملزم لأثيوبيا تحقق من خلاله أيضا مصلحتها الشخصية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أنه مصر مع تنمية أثيوبيا ومع حق الأشقاء في أثيوبيا في التنمية وتحقيق الرخاء وتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية في بلادهم، لكن ليس على حساب الشعوب الأخرى. معلش عايز أقف معاك في النقطة دي، يعني في قانون دولي طبعا وفي قواعد للقانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المالية العابرة للحدود، أنا مش عايز غير الجملة دي. شوفي هي مصر يعني في قانون بيمنع كل الإجراءات دي. القانون الدولي يحكم الأنهار العابرة للدول، القانون الدولي واضح في هذا الإطار. هناك اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عليها مصر يعني وهي ملزمة لكل الأطراف بما فيها أثيوبيا. النهاردة أثيوبيا ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي، ضربت عرض الحائط بالحقائق التاريخية. يعني مصر منذ ملايين السنين والمياه تأتي إلينا عبر هذا الطريق، فلا يمكن بجرة قلم يلجأ أحد الأطراف لأنه يقول لك لا المية هنا عندي وأنا همنع وصولها للطرف الآخر. لا، ده مجرى دولي، القانون الدولي بيحكم آلية التحكم في هذه المياه. مصر حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب في السنة، السودان حصتها 18.5 مليار، فدي موزعين على الدولتين باعتبار ان احنا دول مصب سواء السودان او مصر. حتى السدود التي تقام يجب ان تكون هناك رؤية مشتركة للدول الثلاثة باعتبارها الدول المشتركة في نهر مجرى نهر النيل. فالمسألة هنا انه حتى اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاثة وموضح هذه النقاط. النهاردة لما تيجي أثيوبيا تتكلم عن حقها في إدارة مواردها من المياه، هو مواردها من المياه بما لا يؤثر على حصة الطرف الآخر، هذا هو
هو وضع القانون الدولي، إلى جانب أنه مصر دولة جافة بطبيعتها، مصر لا تمتلك إلا نهر النيل بشكل واضح، إحنا بنحصل على حوالي 80% من احتياجاتنا المائية من نهر النيل. فالنهاردة أنت عندنا 105 مليون مواطن مصري يعيشون على نهر النيل. فالنهاردة ما ينفعش أن إحنا نتكلم عن مصالح دولة ونهدر مصالح دولة أخرى. القانون الدولي ضامن لمصالح كل الدول، زي ما أشرنا أنه مجلس الأمن الدولي هو الضامن للأمن والسلم الدوليين. فأيضا اختراق هذا القانون يؤدي إلى العديد من الأزمات والعديد من المشاكل. فمصر احترمت تعهداتها، ومصر دولة تحترم تعهداتها وتحترم التزاماتها الدولية وتحترم القانون الدولي طوال تاريخها على فكرة. يعني النهاردة لما نيجي نطبق على الأزمة اللي اصطنعتها أثيوبيا بأنها أهدرت القانون الدولي في سد النهضة، أعتقد أن القيادة المصرية بما تمتلك من أولا صبر ورؤية للأمر المسألة، وهي بالفعل تدير الموضوع بحكمة بالغة، وأنه مش عايزين ندخل في أزمات، لكن مع في ذات الوقت أنه لا يمكن نضحي بما يعني يحق لنا من حقنا في الحصول على حصتنا من مياه النيل، وهي حصة 55.5 مليار متر مكعب سنويا. فهذه الحصة إذا تأثرت وحصلت دولة أخرى عليها، من حق الإدارة المصرية ومن حق القيادة المصرية أن تدافع عن حق الشعب المصري للحصول على هذا الموطن.